خليني أخذ حضراتكم دلوقتي واستعرض درجات الحرارة المتوقعة النهاردة. في القاهرة درجة الحرارة العظمى هتكون 19 ودرجة الحرارة الصغرى هتكون 10. في اسكندرية درجة الحرارة العظمى هتكون 17 والصغرى 11. مطروح درجة الحرارة هتكون العظمى 16 والصغرى 10. وسيوة هتكون 16-9. بورسعيد هتكون 17-10. دمياط هتكون 17-10. اسماعيلية العظمى 19 والصغرى 10. والسويس العظمى 19 والصغرى 10. نروح مع حضراتكم للعريش ودرجة الحرارة العظمى 16 والصغرى 9. وكاترين درجة الحرارة العظمى 13 والصغرى 1. أما طابة فالعظمى 19 والصغرى 13. شرم الشيخ 22-15. والغردقة 22-12. الفيوم 19 والصغرى 10. بني سويف العظمى 19 والصغرى 9. والمنيا العظمى 20 والصغرى 7. أما أسيوط فالعظمى 21 والصغرى 7. إنا العظمى 22 والصغرى 9. أسوان العظمى 26 والصغرى 10. شلاتين العظمى 22 والصغرى 13. سوهاج العظمى 21 والصغرى 8. الأقصر 25-10. الوادي الجديد 21-8. وأخيرا حلايب 23 والصغرى هتكون 14.